بيلعب كرة على طول عالية. إبراهيموفيتش، إبراهيموفيتش في هذه اللقطة في استلام هنا من إبراهيموفيتش اللي سجل هدفين في الدوري، وادي أمامنا هنا التسديدة لكن بعيدة أمام فريق ليفربول اللي كان انتهى بالتعادل السلبي وفعل كل شيء لكن لم يسجلوا، كما قال قلت أمام فريق ليفربول اللي كان انتهى بالتعادل السلبي وفعل كل شيء لكن لم يسجلوا، كما قال قلت مع اللاعب أرونيكا. وادي أمامنا هنا فريق نادي نابولي دائما يلعب بثلاث مدافعين، كان تلقى إنذار فاسينزا في كرة كانت داخل منطقة الجزاء لعبها باليد، هنا أمامنا اللاعب إبرا، إبرا السلام على إبرا، شوف حضراتكم إبراهيموفيتش، إبرا كدبرة هي يعني ما يقال، كان تلقى إنذار فاسينزا في كرة كانت داخل منطقة الجزاء لعبها باليد، هنا أمامنا اللاعب إبرا، إبرا السلام على إبرا، شوف حضراتكم إبراهيموفيتش، إبرا كدبرة هي، وهنا أمامنا الكرة جرافا، أدي أمامنا جرافا قائد الدفاع جرافا، مرة ثانية الضغط تعود كرة صلاحت حلوة قوي، وادي أمامنا التسديدة من جانب جاتوزو لكن تلقى من جانب اللاعب باتو، المساحات هل تستغل، ملعوبة حلوة قوي الإبرة، إبرة في هذه الكرات التي لا تضيع ولكن تضيع هذه المرة في مساحات واستغلال لهذه المساحات، يعني لو استغلها لاعبي الميلان يصعبوا المهمة لكن فرصة كبيرة جدا بتضيع من إبراهيموفيتش وتمريرة حلوة قوي من باتو، لو الربط حدث لو الانسجام حدث، مجهود بدني وصغر سن في وسط الملعب، تمريره بقى والمساحات اللي حضراتكم عليها، هنا بقى التمريره لازم تلعب الى باتو وفرصه هدف باتو لكن باتو يجنح بالكوره ويطلع له برج الدسانكس، وابره بقى يعني لا شك ابره يعني هو اداها له بالحقيقه وتفانى هنا وتعاون، ليس هناك تسلل للمساحات اللي حضراتكم عليها وملعوبه الى باتو لكن باتو يعني كان المفروض يروح بيها، وحوار اعتقد تبديل ممكن يكون في يعني المقدمه في الامام، هنا امامنا الكره على طول ابره، ممكن نرى اللاعب بيبو إنزاجي اللي ممكن يخطف هدف تاني ويخلص المباراة، واحد لا شيء للميلان على طريق هذا اللاعب البرازيلي اللاعب روبينيو القادم من صفوف يعني نادي مانشستر سيتي واللي كان معار إلى سانتوس، هنا كرة رأسية إبرة 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 خلص خلاص إبرة خلص خلاص اللقاء، شوف الكرة وشوف الفرص، وادي أمامنا الهدف عن طريق اللاعب إبراهيموفيتش، هو هدفه الثالث في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم قادمة من برشلونة، اللي أمامنا اللاعب السويدي إبراهيموفيتش بضربة رأسية يعلن بيها عن هدف يأتي في الدقيقة 71، ملعوبة حلوة أو الكرة، إذا ماسيمو أودو الرجل الذي لعب بالصدفة بعد إصابة اللاعب أنتونيني يصنع هدف لروبينيو في الدقيقة 27 من الشوط الأول، دقيقة 22 عفوا، ثم يصنع هدف في الدقيقة 71 هو الهدف الثاني، إذا روبينيو يسجل واللاعب إبراهيموفيتش يسجل، وتضربة رأسية قوية جدا من على حدود الست ياردات، وأمامنا هو يعني حارس المرمى مورجان كافاني، والشوط الثاني أيضا أضاع همسك وأضاع كافاني فرصتين، وأيضا كان فيه كرة للاعب ليفينزي، هنا أمامنا اللاعب إبرا جايب هدف في هذه المباراة، لاعب مباراة يعني بمزاج عالي أو النهاردة إبراهيموفيتش عارض ب 10 مليون وإمكانية البيع ب 24 مليون لهذا اللاعب الدولي السويدي من صفوف فريق نادي برشلونة اللي بيملك إمكانيات ليفينزي، سيدورف سيدورف مكان اللاعب إبراهيموفيتش، هذه أمامنا إبرا يبدو بقى مرهق من مباراة